من هنا ألقى بكلمات راقية ممزوجة بألحان هادئة ليرسم بها صورة مهربة من عالم الفن الرومانسي عن ذلك الزمن الجميل. يهوى محاكاة الدنيا وأمواج البحر، فبصوته الدافئ الحنين والمترجم على وتر إيقاع جيتارة كسب القلوب دون تأشيرة دخول. شخصيته جمعت بين التواضع والبساطة وخفة الظل. أقل ما نقول عنه أنه سفير الأغنية الشعبية الرومانسية، الراحل صاحب أغنية مالي ومال الشمعة كمال مسعودي. حد مدرك بالقراح انتي يا شمعة، حد مدرك بالقراح ولا درى مجرعي في ليلة في ليلة. كمال مسعودي أو الملك الحزين، من مواليد 30 جانفي 1961 في حي بوزريع الشعبي بالجزائر العاصمة، تربى في جو عائلة موسيقية. عاش طفولة عادية كغيره من الأطفال، لكنه تميز بهدوئه ورزانته منذ نعومة أظافره. فبرفقة أخيه البكر أخذنا الحديث للتكلم على مشواره الدراسي. في ليكون على كل حال أنا شوية كبير عليه، في المسيد كان لبروميطا كان لباس به، كان إنسان، كان تلميذ كما يقول il était bon classe. بدا حسه الفني والموسيقي في مقاعد الدراسة، حيث كان يتنافس على المراتب الأولى، ما جعله يحوز على جائزة وهي جيتارة. في دايور تيرمان كان يعني تلميذ مجتهد، شيخة تاعو هدات له سنيترا بون اني بلو ماهيش جديده اي لي فيي، ديناها معنا الواسمو، مازال هذيك السنيترا ليكزيست. مي من بعد مع البالون مع السنيترا بدا ينقص شويه في البالون، لا بدا ينقص شويه في المسيد. للغوص أكثر في ذكريات كمال مسعودي، رافقنا أخاه حميد إلى المكان الذي كان يلتقي فيه المرحوم مع أصدقائه. واتصلنا بفضيلة جوري وحسن بن وراق، الزميلين اللذين لم يفارقوه في مشواره الفني، ليأخذهم الحنين إلى المكان الذي اعتادوا التدرب فيه على العزف. كرة القدم الشعبية كانت أبرز هواياته، فقد كان مناصراً لفريق مولودية الجزائر، وصار من هاوي لكرة القدم إلى لاعب في عدة نوادي جزائرية صغرى، ولقب بكمال بيليه. يحب يلعب بالون على كل حال، هذه سيتون هيريديتي. إلا إيتي سيرنومي بيليه، بان جو ديري في البالون تاني سيتي تان غانيور، ما يحبش يخسر، ما يحبش يخسر. احنا كنا كبار عليه، و كي نخسروا اون باس ولا يعيط علينا بلا ما يجيب خبره بلا ما يشعر. انا نقول لك إلي تي تيلمون تيميد كو ما يهدرش معنا، مي في البالون اكسيبسيونيل. ما اه وي حميد مسعودي الاخ الاكبر لكمال،
هو الذي زرع فيه حب الغناء الشعبي، فكانت بدايته الفنية سنة 1974 عندما اختير لعضوية الاتحاد الوطني لشبيبة الجزائرية. كمام سعودي في البداية تاعو هو لكل حال هو بدا 74 كان ديجا غني دي برومي بريف سينما ريكس في البيار. انا ما كنتش، كان لوركيست تاعو كان خير الدين في فرنسا، نسيت لو نون ديالو، كان عبد الكريم تاع جون جيراس مولا جون جيراس في زوج. هذوك اللي كانوا استادير اللي كان دي برومي بري. كون فرقته الموسيقية بعدما ترك دراسته واختار الموسيقى مشواره في حياته. نحمد الواحد الوحيد سبحانه يفعل ما يريد، كترت صلاتي ويوم عيد على طه عليه السلام، اش تسيد من لا يقيد اش تفيد من لا يفيد، برمز كتبت هاد القصيد وهديت معناته للكار. انا بديت معه 77 77 هي سبا انسان، كنت نطبل هكذايا نورمال. هو اسمه غاني ناصر وليد الحومه، قالوا ها ودارها بكي، قالوا سيه. كانت انايا في كانت هذيك كما قلت تاع لونجي هنا في الحومه، داخل الحومه نوريك الكراج. وانا كمال ولد حومه سمع باش باللي دخلت، وكان هذاك لو من بعد كان زيداني ثاني دربتي انا واسمه زيداني، سميو لي زيداني. كان زيداني كان معاه، كان ولد حومه ارتست ولد حومه، كان عز الدين كشرود، كان خوه كمال كشرود، كان اوركست ولاد الحومه. انا لعبت من بعد وليت درابكي، من بعد ولا زيداني يحكم الدار، من بعد بدات غير بالعقل، ولينا نروحوا غير بالعقل بالعقل بالعقل، نديروا الحفالي والدنيا. من بعد ولينا نريبيتي مور كي سولاي، كان عندنا كراج مور الحومه نريبيتي، وكراج تاع راشد كنا نريبيتيو، تاع خوه نريبيتيو، حميد نريبيتيو، ودنيا نريبيتيو تماتيك يومين. لطالما كان المرحوم كمال مسعودي متعلقا بوالدته أيما تعلق الطفل بحضن أمه، فرغم كبار سنه إلا أنه كان يخصص وقتا لها. للي يشرب في دمعتي نشعر في الخافية، ونغرق في قصتي نقفل في القافية، عرفتك وملكتي دنيتي عايش بيك انتي، نحبك مهما كنتي الله غالب عليا، اسمك عنوان قصتي بالحروف الذهبية. تأثر الراحل كثيرا بشخصية أبيه خاصة بعد وفاته، ولم يجد سوى الكلمات لتعبير عن حزنه وحبه لوالده، لخصها في أغنية يا باب حنيني. غاب عني باب حنيني خلاني الوحش في الديار، ساعة الفراق بكت عيني سالت دموع عيني. سعودي مع الأب ديالو، يحب الأب ديالو، يحب الأم ديالو، يحب مي مع بابا. هاني قلت لك سيتي لو دوادو، بابا كي يهضر ما يقول مانيش نهضر مع الفريجيدار ولا مع العيط، نهضر معاك نهضر معاك يجاوبني يشوف فيا امبوسيبل، يخزرك هكذا يحبط يخزر ويحبط ما ينجمش. ماشي غير بابا، ماشي غير بابا، ما منايا. كيفاش كانت ردة الفعل تاعو نهار سمع بلي الاب ديالو توفى؟ دوك نهار سمع الاب ديالو توفى سي سا سي اون اوتر بير دو مانش. هو كان ديجا في ليترونجي، وباباه ما تفناش الله يرحمه حتى العقوه. هو كي كان في فرنسا يلا في دون دون سون اسبري دو راماني عكازا اون كان، جاب له اون كان بليونت، اون كان بليونت باسكو باباه كان مريض شويه، كان عنده ضيقه،
كانت عنده واحد العصا هذيك اللي يمشي بها شويه دونك هو يبونسي بيان فرقه نجيب له عصا صغيره دي بليونت اي بليها كي كيسمع نهار جا واش نقول لك من نهار حبط في الحق للحومه ويشوف في هذيك كاش يقولوا لها لا كان هذيك قعدت هكذاك. شخصية ملك الرومانسية لطالما غردت خارج السرب، كلماته تطفي الحنين من أعماق أحاسيسه لتبعث الفرحة في نفوس مستمعيه. ترك طابعا فريدا من نوعه، هو من زمن السماء صانعة النجوم. النجوم الليل معكم سهران، النجوم الليل معكم سهران، ما عندي لحبيب لولي مرمي في البلدان، ما عندي لحبيب لولي مرمي في البلدان، مرمي في البلدان. داير لا بروف، شوف الابداع ديالو وين وصل به. والله غالب خساره يعني فتره صغيره، لو كان يعني رب العالمين راني نقول لك فوالا شو يعني الابداع وين وصلوا. هذاك الكميه تاع الابداع شوف واش الله يرحمه، يا حسره على كمال. صاحب الاحساس المرهف من الذين تالقوا في الطابع الشعبي، لكن لم يمهله القدر ليكمل مشواره الفني الذي كان يسخر بالمشاريع الفنية ورؤية جديدة، خاصة بعد أدائه لأغنية الشعب التي كانت بالنسبة له الانطلاق إلى عالم كان يطمح إليه. مالي مالي ومال الشمع ما ضوت لي خضرا، مالي مالي ومال السعر ما سقم لي ليام، مالي مالي ومال الشمع ما ضوت لي خضرا، مالي مالي ومال السعر ما سقم لي ليام. حتى 97 كاتو ليدي هنا في الحومه وكدا واش نقولوا وساوا ولاد حومه، باسكو سيتي لي سي برومي فان كمال كان ما كانش معروف بزاف، مي ولاد الحومه هكذا كي تكون ليله ولا عرس ولا يز دي بلاص. كانت ليدي هادي تاع دير كاسيطه صبر الكيا وعاود كالكو قصيد واحد اخر تاع تورات قدام سد لهم لاباس كدا خرجت، ما درتش هذاك الحس هذاك اللي لازم منها طاف قعد. جات لي دي تاع يتزير وطاب القلب، كان ذاك الوقت كانت زير، كانت واحد تربيرونس كاش يقولوا حرز دينك برك. لا علي ما دار آية هادي الشمعة شغل عمرنا بها الكاسيطة برك. ومن بعد كمال يدار على يدير بيبليسيتي على يتزير وطاب القلب، وشمعة منها دارت طريقها وحدها الأغنية تاع الشمعة هذيك دارت حالة. هذاك الوقت أنا كنت من قبلها كنت نكتب ونخبي في 86 هكذاك 87 حتى 90. لما خرجت بالشمعة هذيك حسيت باللي هذه هي لافوا وهذا هو الصوت اللي لازم يترجم لي الكلام اللي كنت نكتب فيه ديجا. في كل مرة كان يسعى الملك الحزين لمفاجأة جمهوره بروح إيجابية، فنال احترام الجميع وحجز لنفسه مكانا في قلوب الملايين من الجزائريين. الغنية تاعو حزينة توجور فيها الحزن وكذا، بصح واش هي مد ستيل نوفو ستيل الشعبي، اسمها شغل مودرنيزاه شوية كيما حنا كنا نسمعوا في الشعبي بيتو صياح ولا مخيلص ولا
ولا بروالي ولا الوغ هو جاب النوفو ستيل للشعبي. كمال سعودي واش نقول لك عليه؟ سان كرون شونتور. دوكا مسكيت الجيش الشعبي قليل دوكا اللي نقص السمع ديالو شويه. مازال شويه عمر الزاهي ما يسمعوا فيه. هذا ما كان اغنيه شعبيه ماشي معناها ماتت، مي نقصت ماشي كما كان. بخفة ظله وحس دعابته وكرم جوده كسب كمال مسعود العديد من الأصدقاء، كما يسرد لنا شاعره الأول ياسين أعابد بعضا من تفاصيل حياته سيما فيما يخص كفاحه من أجل الزواج. كمال مسعود إنسان طيب بزاف، إنسان حنين بزاف. هذه في حياته، نهضر شوية على حياته الخاصة كمواطن كإنسان. كي نحن كإنسان حنين، إنسان حساس، إنسان اللي جاب لي ربي كيما الناس كاع، فيه خصوصيات هكذا، أمر سونسيبيليتي، أمر حنانة، أمر أفكار كانا، أمر أحلام، أمر إنسان اللي يحب التحدي ويحب الحاجة كي تكون صعيبة. أحب يقول لي الشغل اللي يحب المغامرة في الحاجة اللي لوالا، وكانت عنده طريقته الخاصة كانوا قاع يحبوه ويضحكوا معاه، باسكو كان إنسان باش وش يضحك بزاف. كمال كان بون بالك يبان تريست بالك، مي في حياته اليومية كان إنسان تاع ضحك، إنسان تاع ضحك تاع طوايش تاع فيا في هذيك هذاك لو بليزير دي ترونسومبل، هذاك اللي ماشي كيما تشوفوا في التلفزيون غني ولا تسمع له في سور سيدي ولا سور كاسيت ولا تعاشروا، ماشي كيف كيما قال المداح على بالك وعلى بالي. ايه كان كمال كي تعجبني حاجه من فوق اللحم ويطلع ينحيها، كي يكون لابس فيستا ولا جاكيطه ولا قمجه ولا اي حاجه تعجبني. كنا صغار بيان سور نحبوا نحوسوا نلعبوا، نقول له كمال عندك جيلي شباب نسحقوا يطلع ينحيه. كان تحب تنربيه سبقوا خلص. ايه وكان هكذا عنده 4 دروف في الجيب يكملهم وخلاص. كان هكذا كان يحب يعيش وقته. وجهتنا في بحر هذا العندليب اخذتنا الى احد اصدقائه المقربين محمد العمراوي، الذي بدأ يسرد لنا على المرحوم كمال مسعودي. لحظات جمعت بين المرحوم كمال مسعودي وصديقه وقعتها الأعمال الفنية من خلال التدريبات التي سبقت التسجيلات. لما يرامي ديالي كما قلت لك جوز انا وانا في طول لو باركور ارتستيك كيف كنت تعرفت به في 89، وهذه كانت في استوديو سولاي اللي كان هو جا باش يسجل اول شريط ليه، اللي كان شريط كان ما با في ان سوكسي كما نقولوا ذاك الوقت. ومن بعد ولات صداقه بيناتنا باسكو كان يعني كاين حوايج بزاف يربطونا، احاسيس يعني الطبع اللي كنا نغني كيف يعني كان في كنا في طبع واحد، أغنية العاطفية. شهادة قدمها الصديق القريب إلى كمال مسعودي في حياة انطفأت بصمت، والتي كانت تسعى دائما إلى تقديم الجديد في مجال الأغنية الشعبية، حيث يعد من الأوائل الذي أدخل الجيتار على هذا الطابع. كمال الله يرحمه يعني فنان خارق العادة، فنان اللي كان يحب توجور جديد، كان يحب بزاف جديد، يعني ما قعدش في هذاك القالب. هو كان على كل حال في الأول يعمل تسمي يقولوا في القصائد الشعبية، سي نورمال يخدم كيما رانا نخدموا كاع حنايا القصائد الشعبية وينصرفات وتواشى كيما نقولوا في الصنعة. ومن بعد بهذيك لا شونسونات
دخل كيما نقولوا باغ اكزومبل لا 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 غيتار ساش لي زاربيج غيتار باغ اكزومبل سيتي نوفو في الشعبي. كاين كيما لي كونتر فوا هادوما لي تيارس لي كانت الدنيا الور يحب توجور توجور يدير اعمال جديده. يعني لا فورس تاع كمال الله يرحمه كان ماذا به جديد مو جديد. أنا وانتي يا جيتارة للفنان الباجي وغيرها من الأغاني أعادها الراحل واضعا بصمته فيها، ولقت نجاحا كبيرا لأنها كانت تحاكي الواقع المعاش. أنا وانتي يا جيتارة، أنا وانتي يا جيتارة شيخنا محمد الباجي اللي معروفة اللي يكتبها ولحنها شيخنا محمد الباجي كما الله يرحمه. واش دار؟ نحل الموسيقى وعملها كلمات واحد اخرين تاع تاع الوقت اللي يحكي عليها على الوقت اللي كنا عايشين ذاك الوقت. كل حل الاغنيه معروفه يحكي عن الجزائر على كي الوقت المعالي كيفاش كنا عايشين. الله فيها نوتر سكسي ياك قلتو من صبر لابودينا وانا قليل ما صبرت ما فادني عبد بمسالة. صبري صبري كي الحديد من دق جديد اولا صبري كي المربي على الهال. صبري صبري كي الضحية يوم العيد مقابلة الذبيحة وهي دهشان. ولا صبر في هذا الزمان ولا صبر في هذا الزمان كيما صبرت انا وانتي يا جيتار. الاثنين نتكشفوا للسلام في هذا الزمان شبعنا تمارا ميزيريا محنا ودمار الهول مخطنا في كل دار. يا ربي لطف كون سطار لا باب الود لا سوسطارة لا الصالومبي لا الطقارة لا بوز الريعة لا الصغار ما بقتش بنا في البيان. الو في التسعينات كانوا تما اللي بدات كما يقولوا زوبعه جديده في الشعبي. بدات بصديقنا الله يذكره على خير عبد المجيد مسكوت اللي دار العاصمه. كان انا ذاك دار العاصمه اللي دارت ضجها ولا فيها كرون سكسي بدا يبان الشعبي. كان باغ اكزومبل حبيبنا ثاني رضا دوماز دار عين الزرقاء. كاين ومن بعد كان الله يرحمه دار شمعة وفي لاكاسات هذيك تاع الشمعة كانوا أغاني واحد أخرين سي نورمال يا في سي شانسون. كانت يا تزاير هطب القلب يا تزاير هطب القلب علاش اللي عنده يزيد يلو القل اللي يشقاو يتعب راه ما الحق لها شات ليلو. يا تزاير هطب القلب علاش اللي عنده يزيد يلو القل اللي يشقاو يتعب راه ما الحق لها شات ليلو. يا تزاير هطب القلب علاش اللي عنده تزيد يلو القليل يشقى ويتعب راه ما الحق لعشات ليلو.
هي الصح، وعلى هذا نخير دايما الحليب الأفضل لولادي. أنا اخترت لهم حليب ميلكو سبخاي، على خاطر حليب كامل وغني بالفيتامينات والمعادن اللي تساعد على نمو صحي وقوي. أنا نحب نمد لهم الحليب اللي نخلطه بيدي، مسحوق حليب ميلكو سبخاي ما نقدرش نستغنى عليه. على بالكم وعلاش؟ على خاطر على بالي واش راني نشرب واش راني نمد لولادي. ميلكو سبخاي، حليب كيما نحبوه. بوجو 508 الجديدة، الطريق ميدانها. أروما تندار بأحسن أنواع القهوة الموجودة في العالم، يجيبوها من البرازيل، الفيتنام وكينيا. قهوة صافية ونقية، قهوة عالمية لازم لها تجهيزات عصرية وعالمية. من هنا تبدأ الخلطة السحرية اللي أعطتنا البنة الهائلة. فنيين وتقنيين يراقبوا جميع مراحل التحميص والتحضير، آلات متطورة باش تحافظ على النكهة والبنة الهائلة نتاع قهوة أروما، وهذا هو سر البنة. طريقة التخزين أحد التكنولوجيا، وهذه المرحلة ما قبل الأخيرة في الإنتاج. وضع القهوة في علب نقية وجميلة تحت الضغط البارد سودي. والمرحلة الأخيرة نوصل لكم قهوة أروما وين ما كنت. ما نعرفش نغنيها بصح بنتها هايلة. شركة نيومارك كونتيننتال تضع بين أيديكم أجود أنواع الرخام في العالم. لتزيين البيوت والمؤسسات تقترح عليكم نيومارك كونتيننتال تشكيلة متكاملة من الرخام بتصميمات جد راقية وبأسعار تنافسية. منتوج نيومارك كونتيننتال، صناعة جزائرية بامتياز. نيومارك كونتيننتال، عنوان للجودة والرفاهية. احتكاكه بالوسط الفني وحبه الكبير له جعله يبدع في اختياراته الفنية التي جعل منها طابعا راقيا بصوت حزين. كنا شكو الخاوة شكو الفامي جاب لي ربي أنا قالوها قبلي بس كما العمراوي ولا عمر قاسة ولا ونيتين الفامي ستادير ما كاش نهار ما نتلاقاوش ما كاش نهار ما نقصروش نخدمو لا ما نخدموش نغنو لا ما نغنوش ستادير سيتي صعب نطر ما كان هكذا يا بي كنا نتلقى في استوديو سولي عند عبد القادر كالافات الله يشافيه عند سعيد بستونجي الله يرحمه سيتي سا نوتر ليو دو رونكونتر والله سيتي اللي يحب يحوس ذاك الوقت ما كاش بورتابل اللي يحب يتلاقى بالاخر يحضر لنا. كان للمرحوم كمال مسعودي بعد النظر من خلال ما يقدمه من اعمال، فهو من اراد ان يلحق اغانيه لكل الجزائريين بمختلف مناطقهم وعاداتهم وأذواقهم. كيفاش أنا نحبك وانت تشكي فيا علاش تشكي فيا هديت قلبي لقلبك انت يا نور عيني انت مم عيني هتطلبي من خالقك كي اليوم تولي ليا إن شاء الله تولي ليا داك اليوم يهنا بالك وتقولي أش مضى ليا أش مضى ليا
يعني قلت لك كمال الله يرحمه اللي يوني كان وحده يعني كان يغامر وكما قلت لك كان توجور في الأعمال الجديدة توجور يعني كل ما تسمع شريط تسمع حاجة جديدة تسمع خرج بخرجة جديدة كما نقوله وهذه كيغلى فرص تاع كمال الله يرحمه كانت يعني عنده قوة خارقة في الإبداع باش نقول لك كمال مسعودي كان يحب كل حاجة مليحة حاجة المليحة تاع في الدومين تاعو ستادير شغل كيحب يغني حاجة مادا به الكلام يكون مليح الموسيقى تكون مليحة والأداء يكون مليح باش تلحق حاجة مليحة للمستمع تاعو ولا خاص ما تنسوش باللي كمال مسعودي إلا كري أنوفو شغل جبد شغل بزاف الجمهور للشعبي تانيك تعطير الناس كانت ربما تحب الشعبي هذاك تاع القعدة تاع القصيد حتى ولو كان يعني مقبلو يعني ناو لي لا شونسونات بصح يعني كمال جاب ستيل جديد حاجة جديدة شغل الناس شغل ما كانش تستنى فيها هكذا شغل كلام جديد موسيقى جديدة ديزاسترين مجدد حتى الرسالة تانيك كان يخيرها تكون بسيطة مدى به قد ما تبسط له الكلام وتغمق له في المعنى الرسالة تلحق للشباب ولا لكاع الشرائح المجتمع اللي كانوا في هذاك الوقت حبه للفن صنع منه شخصا مثاليا فلم يكن يوما أنانيا في اختياراته وعندما يقرأ الكلمات ويلاحظ أنها يجب أن تغنى بصوتين إلا وسارع في اختيار من يشاركه غناءها خليها على كيفها هيرة في جنها سلاحها برد تموت في حبها شهيد يا والله لا نغير برد تدور قدام بيتها قدم كمال مسعودي العديد من الأغاني التي لقت نجاحاً كبيراً لكن أغنية خليها تعمل ما بغات كانت الأقرب إلى قلبه هي بوكو سوفينير كاين بزاف ذكريات كبيرة بزاف ذكريات كبيرة مليحة أنا مليحة سي نورمال خليها تعمل ما بغات خليها تعمل ما بغات سيتي كيما نقولوا سيتي لا شونسون اللي درت كانت تجربة جديدة ليا وسميها الديو اللي رايحنا نغامروا به رايحنا نغامروا به يعني سيتي بارمي لي مايور سوفونير اللي كانوا بيني وبين كمال وكانت يعني غران سيربريز بور لو بوبليك هلا طالب يكتب ويدبر ولا طبيب يعالج جدوى السقام سبحان المولى هكذا قدر سبحان المولى هكذا قدر كل واحد كاش يعدي الايام أما الأغنية التي كانت خاتمة مشواره الفني هي أغنية أحصر عليك يا دنيا التي جعلته يتحسر عليها كونه كان يعتقد أنها لم تحقق نجاحها لكن كان العكس تماما فالأغنية عرفت نجاحا كبيرا بعد وفاته يا أحصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية سميني وقعد الهدايا وحكيه من يبيها علاش هكذا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيد معذابك باركة لا شانسون دو لا مدينة لا شانسون شعبية لا شانسون كانت معك ما الله يرحمه كانت معك في أغنية تاع يحصر عليك الدنيا فيك حكاية حكاية وهنيا كانت تحبس بعد الباساج من يقول جاي يصلي تلفت له الصلاة كيسلم نسى التحية وكيتحان نسى جوج ركعات كمال حب يكملها حب يمضي فيها حب يدير بيت سلام بيت سلام يجي فيه الاسم تاع اللي كتب ولا اللي غناه ولا
والباقي كله في ذباب. ياسين ارسلها تحيه ومضى فيها بشيد معاه، بعتها كامل مسعود بريح قراها بوطار وقلب. دونك كملتها اصا دو موند، هو اللي حبها نكملها كملتها. هذه كانت في 94، من الأغنية ما خرجتش حتى ل 98، باسكو أولا خرجت في فرنسا قبل من الجزائر، وثانيا الظروف والصدفة جعلت نهار توفى كمال كان توفى بالأغنية هذه تاع يحصل عليك الدنيا فيك حكاية. شفت مع حوايج اللي ما نساهمش مادام الحين مادام في الحياة ما نساهمش، عمري ما نسيتو، عمري ما جاز كما مشعود إنسان إنسان إلا عرفته يقعد لك خاص، قال لك كان عباد لي هكذا كان عباد. هاي الميساج المجتمعي الأغاني هذوك يقول لهم لي شونسون كي صدرس او كور على مورال، يحب يقول اللي خاطبوا القلب ويخاطبوا الضمير العقل. حسرة عليك يا الدنيا، حسرة عليك يا الدنيا كما يقولوا اللي يختم بها لا كارير ديالو. حسرة عليك يا الدنيا للكلمات لصديقنا ياسين وعابد. الو لا شونسون هذيك نهار تسجلت كي خرجت للسوق كنا نسقسيه، وهاني شافي خطره رحنا لعند واحد انديسكار، عند انديسكار دخلنا لعندو هكذا يعني قصروا معاه، بعد سقسيناه على لا كاسيت هذيك على لا شونسون كيفاش راهي تمشي، ولا قالنا شويه تسمي راهي حابسه شويه ما كما الله يرحمه يا شافي زعف زعف بزاف داك النهار، قال لي كيفاش غنيه كيما هذه ما ديرش شي، وهي شغل ما كانت ما لحقتش للجمهور. الو نهار مات الله يرحمه لا شونسون على ايكلاتي بارسكو على لايتي ترون ميدياتيزي، وكانت الاغنيه الاخرى اللي شافها الجمهور تاع كمال اللي يحب كمال مسعودي على الشاشه يحصر عليك يا الدنيا، تختم كامل المشوار تاع كمال مسعودي والمجتمع ديالنا اللي رانا عايشين فيها، يعني لا الاكتواليتي اللي رانا عايشين فيها. الفنان الراحل كمال مسعودي احبه الكثيرين ولم يستثني بفنه لا الكبير ولا الصغير، والصدق اللي كان يؤدي به الاغاني تاعو الناس دار جمهور كبير وكامل الشرائح النساء الرجال الدراري الصغار الكبار، يعني الناس كامل كانت تسمع كمال مسعودي. كان فنان اللي يحبوه الكبير والصغير، اللي تيمي بارتو الموند من الطفل الصغير حتى الشيخ والعجوزه، يعني هذه هي الفرصه تاع كمال. النفس الجديد الذي يتغنى به كمال مسعودي أعطى بصمته لأغنية الشعبية الجزائرية من حيث الأداء والموسيقى. عرف بأغانيه الهادئة وبنبرته الحزينة المشتعلة بالعاطفة، حيث عرف كيف يستنطق الطبيعة والأحاسيس البشرية لينقل ما يختلج بداخله إليهم ليكسب بذلك حب الجمهور الجزائري. كمال مسعودي عمك كي تكون الانسان يسمع في كمال مسعودي عمك يتكلم، هذاك ماشي شونتور شعبي ولا شونتور برك فاك داك، كيفاش نفهمك الغنى ديالو صح يغنيه من قلبه انا اقدر نفهمه يا اخو، وربي يرحمه يا اخو ان شاء الله. بحوالي 90 اغنيه قدست الكلمه واللحن الى حد البكاء، سجل كمال مسعودي بصمته في مسيرته التي خلدها. كمال سيتي شونتي بور شونتي، يشونتي ما كانش يحوس على الدراهم ولا، كان يحوس هذوك لي ميساج ديالو يجوزو، كان يحب يفرغ قلبه، كان يحب يقسم أحلامه، كان يحب يداوي آلامه، هذا هو كمال. الله يرحمه ويوسع عليه. بدا في 91 وتوفى في 98، عنده 16 شريط ما يقارب 90 أغنية. كاين ناس استغفر الله يا ربي ما شي سهلة باش تواسي 16 شريط هكذا امبوسيبل، صغير كان اللي تي برودي كيفي يحب الإنتاج يحب يبدع يحب ما يريحش ما يعجش ما إمكانية ذاك الوقت ما كاش. غنى للوطن، البؤس، التهميش،
والظلم، لتحمل كلماته بين طياتها رسائل يفهمها كل حاضر وعابر. يوم 10 ديسمبر عام 1998، وبطريقة دراماتيكية توفي الملك الحزين. فأياما قبل زفافه وإثر حادث مرور عن عمر يناهز 38 سنة، انتقل كمال مسعودي إلى رحمة الله. دعوت الوالدين رسمية منهم الشر والخيرات، لهنا كنز والصحة غالية والباقي كله في ذباب. ياسين ارسلها تحية ومضى فيها بشي دمعات، بعتها كامل مسعودي بريح قراها بوطار وقلب. الصلاة على نور عيني سيد الخلق يا سباب، شكون انجا منك يا دنيا غير اللي تلغب بالتلات. يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكايات وحكايات، سميني وقعد حكايات وحكيهم اللي بيكاب. علاش هكذا حقدة والسنين ضلي تبدلي الصفات، تعدلي فيها غير بشوية عيت معداد كبارك، تعدلي فيها غير بشوية عيت معداد كبارك، تعدلي فيها غير بشوية عيت معداد بركات. وما الحادث ديالو هذاك؟ قلت لك انا كنت نستنى في الدار، كنت نستنى فيه باسكو جافي بيزوان دو لي فينالمون. كي ما جاش انا رحت لداري جابي طالجي، بالك سويعة من بعد جابوا لي الخبر. يا جالي هذا خويا رضوان، هذا طبيب، قال لي كمال انا ما حبيتش طالع معاه في الطوموبيل باسكو تيسير، وشفتو ما شفتو لحقنا الحومة. كاش اللي هضر معانا كاع يخزروا فيا، انا اش بيكم ماذا يعني سيفر يا حبي يقول واش قال لي خوم. با لحقت للدار الكاتريام ميطاج، قال لك راهو في بني مسوس روح، ما نجمش ندير معاك، ما نجمش نروح يعني باش كون بيامام. يعني رحت بالك 3-4 jours ابري من بعد الجنازه ديالو، رحت pour récupérer les effets تاعو، مي في داك النهار ما جني با بي فير لو ديبلاسمون. كل ما نتلاقاو يا اخو انت اللي ما تعيطش راك هاك دارك كذا. وقبل ما يموت وقيل بنهار عيط له الو هذا ريبوندور، قلت له صحه كامل يا خويا ما كاش، قلت له معيط برك نسقسي عليك وعارف بلي نحبك لله يا خو هذا ماك وراك روشيد. هذا من ذاك كان واحد صاحبنا اسمه عبد القادر، هذا عبد القادر صاحب كمال، كان بيان لاباس انسان طيب مليح، كان يسقم الطوموبيل تاع كمال، كان يسقم له فيها ويخزر في الروبيزور كمال من الورا هكذا. كمال قال واش بيك تخزر فيها؟ قال له يا خويا نحبك. كمال قال له سبحان الله، قال له هالي زوج اليوم، قال له انت وياسين وعبد، قال هالي هكذا. جا كمال حكاها لي لا نوي، شتي تا ميركرودي، كنا بالخميس ذاك النهار ثاني الاربعاء، كنا كيما ستوديو صولي كانت واحد بتيت كافيتيريا تما هذيك. سيتي ان كرون شوك، سيتي ان كرون شوك. انا شافي انا كنت مريض ديك الليله، كنت في ستوديو وكنت كنت وحدي هذاك النهار، مور فين نتلاقاو كاع لحبابنا كيما قلت لك الجماعه تاعنا كامل، نصر الدين قاليز، نور الدين علان، عمر قاسب، عبد القادر كرافات، يعني جماعه كبيره تاعنا كنا نتلاقاو ونقصرو هكذايا. ديك الليله شغل انا ما قدرتش لا غالب، تمي قعدت وحدي كنت مريض. هاني شافي مع صباح جا واحد الصديق لينا محمد دلال، صونا في الباب عشتا تاع صباح هكذا. كان كي خرجت هما كانوا يعيطوا لي اونتري طون، لما لا غالب انا مريض ما فطنتش. كي حليت الباب نلقى محمد، انا شفت محمد دلال هذا حبيبنا شفته ما عجبنيش. قال لي محمد كامل thank you.
كان جيتي مالض باسكو هذاك العام جاني صعيب. هذاك العام كانت كلكو موا افون جي بيرجو ما مير الله يرحمها، توفات لي العجوز الله يرحمها. دونك كان الجرح تاع العجوز مازال، وكان هو واقف معايا تما. ف من بعد كنزيد شي شهور من بعد يزيد يروح واحد كيما صاحبي كيما كامل كيما اللي شو سي مون روبر كدا في الدومين تاع الشعبي. ذاك الوقت ما نعرفو والو في الدومين تاع الشعبي، ما نعرفش الناس كاش يخمو كاش يسيرو كاش تسير معاهم كاش يسيرو معاك، ما نعرفش جديد ما على باليش. وانا على بالي بلي كمال مسعودي مقبل كنا نقصرو، قال لي انا ما نحفظش، انا ما نحفظش القصيد. علاش كمال؟ كنا سيد علي تسمى بالك زمان كانت شويه كان خير، والو كان حطوره وكذا كان خير، كان ما كانش بزاف المشاكل. راح كيما دوك حنا تسمى رانا مخصوصين كل حاجه، يعني اللي اسبق الاولويه كاين بزاف. وبالنسبه لي انا شغل الحفاظ هذا تاع الغناء يعني حاجه مليحه على كل حال، كيما راهو يقول لك الدين اخلاق وتربيه على كل حال. هذا الفن الشعبي وشنو من المفروض يعني لو كان باش يعني نحفظ القصيد نحفظ القرآن خير بالك نصيبه يوم القيامة إن شاء الله، نحفظ القرآن خير بالك نصيبه يوم القيامة إن شاء الله. نقعد وحدي ونفكر يا درا صح ولا منام فات، هكذا راد وقدر في الجبين مسطر قبل الحياة. نقعد وحدي ونخمم فراق كل الفن خسارة، واش من بيات النطم وين مول القيطارة. قالها حين تكلم ياك الدنيا غدارة، حفظ القرآن ملزم كانت آخر عبارة، كانت آخر عبارة. الما الفاني والعظم الأشياء فاتت تجنس وتمحات، دي كان تاقي ودار النية عربي وشد في الصلاة. درجته في الجنة عالية صفت الجنة درجات، الشقي يمضي النهاية ذات وبنات كسات. جلدة رايحة وجلدة جاية يضل يبدل في الجلدات، نصيحتي نتركها التالية باش نختم بها البيان. أحصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات، سميني وقعد حدايا وحكيهم لي بيتبان. لاش هكدا حقدا وسمية ضليت بدلي في الصفات عندي فيا. عاتب الدنيا على قسوتها وعلى غدرها، أغنية ودع فيها الحياة بلهجة طاحنة من الشجن، وزاهد بلغة غناها بإحساس رهيب، ومشتعل بكلمات حاملة للآلام والأحلام القاسية، بجرعة الحزن وفي ذات اللحن بجرعة الرومانسية. الماضي مضى والحاضر يمضي والمستقبل آت، في انتظار أصوات تكمل مسيرة الفن الشعبي الرومانسي الجزائري للعالم. أنا على كل حال متأثر بهذا الشيخ كمال المسعودي، ونأدي الأغاني تاعو ديما، ومن تسنحني الفرصة نأدي الأغاني تاعو في الحفلات وكل شيء. وعلى كل حال أنا نحاول أني نمد الطبع تاعي، لأنه بالرغم أنه يقول لك تتأثر بشيخ إلا أنه لازم تخرج بالطبع تاعك، وإلا الناس ما يعرفوكش على كل حال. سنحت الفرصة رانا نكمل في المشوار اللي بداه كمال المسعودي، لأنه بالنسبة لي كمال المسعودي هي نلخصه في كلمتين: الصدق، الصدق، الصدق في الكلمة والأداء. لأنه لما تسمع الأغاني تاع كمال المسعودي ربي يرحمه تحس بأنه راه يؤدي في هذيك الأغنية وكأنه عايشها، وكأنه صرات له، وكأنه يعني هو يدخلك في الأغنية هذيك ويعيشك فيها. راح غني راح الدغراب معاد، راح غني راح. لذا فلنطوي صفحة الماضي
ولنبدأ صفحات بيضاء جديدة، ولنملأ صفحاتنا البيضاء بسطور ذهبية. خلاني نبكي ومحيي